لا، ابن نيوكاسل تريبير يدخل في حالة ضحك هستيري بسبب تكتيك فريق تشيلسي الغريب في الضربة الحرة المباشرة. نيوكاسل يفوز على تشيلسي ويحقق الانتصار الخامس على التوالي في البريمير ليج. المباراة عرفت مشاركة اللاعب المغربي حكيم زياش والذي شارك كبديل في الدقيقة 73. تشيلسي يتكبد خسارته الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم على يد فريق نيوكاسل. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.